جرى اتصال هاتفي اليوم بين صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر اطمأن أمير الكويت خلاله على صحة سموه وهنأه بالنتائج الناجحة التي أظهرتها الفحوصات الطبية التي أجريت لسموه حفظه الله في الخارج سائلا المولى عز وجل أن يمتع سموه بمفور الصحة والعافية والعمر المديد من جانبه أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو لصاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة على مشاعره الأخوية النبيلة سائلا الله جلت قدرته أن يحفظ سموه ويمتعه بالصحة والسعادة وأن يديم على دولة الكويت وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والازدهار